أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمركز القومي للتدريب أن الحجاج سيحصلون على سوار مميكن يحتوي على بياناتهم الصحية والشخصية وتاريخهم المرضي حتى يسهل التعامل معهم بشكل سريع أثناء أداء فريضة الحج في حال تعرضهم لمشاكل صحية. كل حاج بيبقى حوالين إيده حوالين معصم يده في إسوارة. الإسوارة ديت هيبقى عليها ملفه الطبي كاملاً. أي حاج قبل ما يأخد التأشيرة ويستلم التأشيرة هيروح لأحد المستشفيات اللي موجودة في كل المحافظات يعمل كشف طبي، بحيث إن لما يصل هذا الحاج إلى المشاعر بإذن الله مجرد تقدمه إلى العيادة الخاصة ببعثة الحج بقارئ الكارد ريدر هنقدر نشوف على الإسوارة بتاعته مجرد ما يدخل اسمه وبياناته الشخصية وعنوانه وكل شيء. الحاجة التانية ان هو كل هذه البيانات بقت موجودة على ويب سايت. الويب سايت ده انا كمتخذ قرار وزملائي متخذي القرار عارفين هنا في مصر غير الموجودين هناك عارفين كل هذه البيانات، بحيث ان احنا هنبقى شايفين كام حاج زار عمل زيارات للوحدة في كل يوم. اخر حاجة عملناها ان سلسلة الامدادات والتموين الطبي اللي موجودة مع البعثة بقت موجودة على هذا الموقع، بحيث ان انا عارف انا معايا ايه ورايحين بايه.